أظن بأنه في رأيي ليس هناك عزوف سياسي لدى الشباب، هناك أولا عزوف انتخابي وليس عزوف سياسي، وهناك فرق بين العزوف الانتخابي والعزوف السياسي. لماذا؟ لأن العزوف الانتخابي نفسه قد يكون شكلا من أشكال الالتزام السياسي أو شكلا من أشكال إظهار الاحتجاج السياسي. وثانيا أن هذا العزوف يعني هو إذا ليس عزوف عن السياسة ولكن عزوف عن انتخابات، وليس عزوف عن السياسة بل عزوف عن الأحزاب، وليس كل الأحزاب بل أحزاب التقليدية. فيما يتعلق بظاهرة العزوف الانتخابي، ربما بلغت أوجها سنة 2007 عندما قيل بأن نسبة المشاركة كانت هي 37%، ولكن في الحقيقة هي كانت أقل من ذلك. يمكن نقول الآن في المغرب بأن واحد على خمسة من كل ناخب أو واحد على أربعة من كل ناخبين هو الذي يشارك حتى النهائي. لماذا؟ لأن جزء من الناخبين الذين بلغوا سن التصويت، جزء كبير منهم لا يسجلون بصوت أصلاً، وأغلبية هؤلاء هم الشباب، وأغلبية هؤلاء هم المتعلمين. جزء آخر يسجل نفسه ولكن لا يصوت على أحد. وجزء ثالث يسجل نفسه ويصوت، ولكن يصوت نوع من التصويت الاحتجاجي. التصويت الاحتجاجي اللي فيه واحد نوع من رفض التصويت وهو يصوت. مثلا كيجي كيدير واحد العلامة على كل يومين، تعتبر بأنه ليس هناك عرض سياسي يستحق أن يصوت عليه. فهو قام ماشي بعملية تصويت، أي بعملية اختيار رمز من الرموز، قام بعملية احتجاج وتأكيد بأنه أصلاً هو ينازع في اللعبة ككل. وهذا هو الذي يفسر مثلاً إخوان، هذا هو الذي يفسر كون أن نسبة الأوراق الباطلة تعدت يعني ما حصل عليه كيران وحزبه من الأصوات. يعني طبعا ما كاينش الدستور بانه كنعطيو الاوراق الباطله هي رئاسه الحكومه، ولكن الاوراق الباطله وهذا غريب يعني واحد عندنا صوتو 5 مليون وشي حاجه على الاقل ربما 6 مليون، هادو اللي صوتوا يعني الكتله الاساسيه فيهم ماشي الاغلبيه المطلقه ولكن الاغلبيه النسبيه اوراق باطله. وهذه يعني في حد ذاتها ظاهره غريبة أن الأوراق الباطلة تكون هي حصلت أكثر من أي حزب كان. الحزب الأول اللي حصل على 107 ديال المقاعد حصل على أصوات على مليون يعني أكثر شوية ديال الأصوات، ولكن الأصوات هذا تعداد المليون بشكل تقريبا 1.5 مليون تقريبا أو أقل قليل من، لا أجازف بتقريب أرقام دقيقة يمكن أن نرجع إليها فيما بعد.